في انطلاقات هذا الصباح. لنستطلع من جديد وياكم مع هذه الجولة الثانية ونبدأ بالمحليات الأصايل، ونتقدم مباشرة مع شواهين سيف بن علي في المقدمة والصدارة. يأتي شعار سيف بن هذه انطلاقة شواهين. سيف بن علي بن مران الظاهري يتقدم إلى المركز الأول، معلن بداية حضوره مع هذه الانطلاقة. المركز الثاني يأتي شعار بن غدير حاملا تحدي وانطلاقة زعامة. هنا تعود الملكية حمدان بن محمد بن راشد بن غدير محتل المركز الثاني، بينما المركز الثالث وصولا من قبل الطيارة. هنا يأتي دور محمد بن عتيج بن سالم بن العرض الحميري مقدم الطيارة على المركز الثالث، بينما المركز الرابع يأتي شعار بن نصرة ومقدما جلد مبارك بن محمد بن نصرة العامري. أما المركز الخامس يأتي من جديد شعار بن غدير مع أوزان في هذه اللحظات أو أوان. تعود الملكية لحمد بن راشد بن حمد بن غدير على المركز الخامس، بينما المركز السادس وصلت وتقدمت الظبي لعيسى بن مبارك بن عيسى المطيعي أو المنصوري محتل المركز السادس أيها الحفل الكريم، بينما المركز السابع هذه اللي وصلت وتقدمت على المركز السابع الشاهينية منصور بن خميس بن فايل الكاسبي في سابع المراكز، والمركز الثامن وصلت الآن فوضى. تعود ملكيتها لسعيد بن عبيد الحميري على المركز الثامن، بينما المركز التاسع هذه رسمية مطر بن عبيد بالضبيعة يأتينا على المركز الثامن أو المركز التاسع ثامن، بينما المركز التاسع من الجانب الآخر سهيل بن مبارك بن سهيل الكتبي، والمركز العاشر هنا شعار راشد بن صابر الكتبي، وهذه الوارية صابر بن سعيد بن صابر الكتبي مقدما الوارية على المركز العاشر. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة حتى هذه اللحظات في المنافسة والتحدي والملتقى. نعود إلى المراكز الأولية، عودة إلى الصراع والبداية ما شاء الله، بينما يأتي شعار بن مران لا زالت شواهين مسيطرة كل السيطرة على زمام الأمور. سيف بن علي بن مران الظاهري على مقدمة الشوط هذه اللحظات، وهي المسيطرة والمتمسكنة في قيادة المقدمة، بينما المركز الثاني زعامة تحتل المركز الثاني، حمدان بن محمد بن راشد بن غدير محتل المركز الثاني، بينما هناك المركز الثالث يأتي شعار مبارك بن محمد بن نصرة العامري كذلك حضور من قبل جلد في ثالث المراكز. حفلنا الكريم المركز الرابع أوان قادمة هوان حمد بن راشد بن حمد بن غدير على المركز الرابع، بينما الطيارة في المركز الخامس محمد بن عتيج بن سالم بن عرض الحميري في خامس المراكز. نشوف المركز السادس وحضور من قبل الشاهينية منصور بن خميس بن فايل الكاسبي في المركز الخامس. مشاهدين الأعزاء السادس المركز السابع شعار سعيد بن عبيد الحميري في هذه اللحظات، المركز الثامنة وصلت رسمية مطر بن عبيد بالضبيعة، المركز التاسع واصلة خصخصة تعود ملكيتها مشاهدين الأعزاء مايد بن محمد بن عتيد المقعودي، والمركز العاشر من الجانب الآخر هناك شيمة مبارك بن سهيل بن مبارك الكتبي يتقدم مع شيمة على المركز العاشر. هذه العشر الأسماء المتقدمة والحاضرة في هذا النشاط، في هذا النشاط الرياضي اللي يتواجد من خلاله هذه الأسماء. لكننا بنعود إلى المقدمة وبن مران مرور الكرام. هو بن مران في مقدمة الشوط، يا سلام شواهين سيطرة كل السيطرة. سيف بن علي بن مران
الظاهري على قائمة الشرف ولائحة الناموس حتى اللحظة. بينما المركز الثاني، المركز الثاني يا سلام، الله هذه زعامة، زعامة حمدان بن محمد بن راشد بن غدير يحتل المركز الثاني. أما المركز الثالث فتتقدم جلد المبارك بن محمد بن نصرة العامري، أوان لحمد بن راشد بن غدير، حان الأوان يا الحميدي يا بن سالم يا العمري يا المضمر. بينما هنا تقدم في هذه اللحظات يلا يا بن فايل، هذه شاهينية منصور بن خميس بن فايل الكاسبي. أما المركز السادس هناك شعار بالضبيعة مع رسمية، مع رسمية قادمة مطر بن عبيد بالضبيعة في المركز السادس، وخصخصة على المركز السابع، خصخصة خصخصة مايد بن محمد بن عتيج المقعودي المركز الثامن. نشوف القادمة غالية فهد بن حصين النعيمي ولوكن، عودة إلى الصراع الكيل والأخير يا بن مران، يا بن مران مع شواهين، مع شواهين مسيطرة، سيف بن علي بن مران لكن شعار بن غدير، ولكن جلد 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 مبارك بن محمد بن نصرة العامري، وخصخصة قادمة، خصخصة قادمة مايد بن محمد بن عتيج المقعودي. بدأ في التغيير، بدأ في التغيير، كنق الهباب إلى المركز الثاني. شوف المركز الثالث الحاضرين منصور بن خميس بن فايل الكاسبي، ولكن بن مران مسيطر، بن مران يعني محكم القبضة على الانتصار، على الانتصار، وخصخصة خصخصة شواهين، شواهين خصخصة، ولكن أوان قادمة، أوان قادمة، حمد بن راشد بن حمد بن غدير. اللحظات الأخيرة تحركت شواهين، تحركت خصخصة، أوان تحركت، ولكن بن مران لازال، لازال في المركز الأول. بن مران مع شواهين، شواهين خصخصة تحركت، مايد بن محمد بن عتيج المقعودي، أوان، أوان حمد بن راشد بن غدير، ولكن أهالي العين، أهالي العين، أهالي العين حتى اللحظة، وأهالي مرغم قادمين، أهالي مرغم قادمين. شواهين، جواهين، جواهين، أوان، قصقصة، اللحظة الأخيرة يا بن مران، يا بن مران في لحظاتنا الأخيرة، وأهالي مرغم، أهالي مرغم حاضرين، حمد بن راشد بن حمد بن غدير، اللحظات الأخيرة، جواهين مسيطرة، قصقصة، جواهين، أوان، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة الحاسمة، لكن جواهين ما طاعت تسلم، ما طاعت تسلم، تبغي السلام لأهل العين، لأهل العين، تحية وسلام يا بن مران، يا بن مران، تهانينا سيف بن علي بن مران الظاهري على فوز شواهين بالمركز الأول، أوان في المركز الثاني، حمد بن راشد بن حمد بن غدير المركز الثالث، خصخصة مايد بن محمد بن عتيج المقعودي المركز الرابع، لصابر بن سعيد بن صابر الاكتبي، والمركز الخامس هذه اللي قادمة الشاهينية سعود بن علي الحبسي حل في المركز الخامس. هكذا مشاهدين الأعزاء من خلال الانتصار والتنافس والتحدي نعود إلى شواهين، توقيتها الزمني أمامكم على الشاشة في 8:05 أربع أجزاء من الثانية. سيف بن علي بن مران الظاهري تهانينا وناموس المركز الثاني، لحظات الوصول من أوان حمد بن راشد بن حمد بن غدير على المركز الثاني في 8:05 7 أجزاء من الثانية، خصخصة في المركز الثالث تعود ملكية لمايد بن محمد بن عتيج مقعودي 8:05 6 وجزين من الثانية، تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا متابعينا الكرام.